أهم سؤال بحب أسأله لأي مصمم أزياء، أنت بتحلم تلبس مين؟ حلم عمري إنه الفنان تامر حسني يلبس أي برودكت من منتجات صوفي تامر. تامر حسني هو أول واحد آمن في حلمي. صوفي أنا برحب فيكي بفونتيك، حابة أتعرف عليكي وحابة أعرف أنت بتشتغلي في إيه؟ اسمي صوفي مكاوي، بشتغل عندي شركة أزياء وبيرفيوم بإمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. أهم سؤال بحب أسأله لأي مصمم أزياء، أنت بتحلم تلبس مين؟ شوفي أنا كل فكرة مشروعي والشركة يعني تأسست إن نحن نستوحي من الفنان تامر حسني، وأغلب تصاميمنا هي كلها مستوحاة يعني من الفنان تامر حسني، من إطلالاته الخاصة اللي يعني بيخرج بيها جيم، بيخرج بيها حفل، بيخرج فيها اي مكان. حلم عمري انه الفنان تامر حسني يلبس اي برودكت من منتجات صوفي تامر. صوفي انت بتعملي الازياء للرجاله والسيدات؟ هو كانت فكره الشركه ياس انه نحن نعمل رجالي ونسائي، لكن نحن ابتدانا بالرجالي كونه كانت فكره المشروع كامل متكامل مستوحيه من اي تو زد من الفنان تامر حسني. بدانا اول شيء بالرجالي. بما ان المشروع قائم على فكره ازياء تامر حسني اصلا، حاولتي ان انت تبعتي له وتتواصلي معاه ان انت توصلي له حد من فريق عندك يوصل له؟ اوكي. هلا تامر حسني في معرفه شخصيه يعني بيني وبينه، لانه كان اكثر حد سبورت لإلي، علشان انا بيك فان للفنان تامر حسني من 18 سنه. اجت اصلا فكره المشروع مني ومنه، هو شجعني ودعمني نفسيا طبعا كثير، وله فضل علي يعني مدى الحياه. من هلا انا بوجه له رساله شكر كثير كبيره، وبحكي له شكرا كثير لإلك لانك انت صنعت من صوفي وحده ثانيه، لانه صدقا تامر حسني هو اول واحد امن في حلمي واول واحد دعمني، واساسا اتسمت الشركه صوفي تامر لانه هو الوحيد اللي امن في حلمي وهو الوحيد اللي دعمني. لما هي اتسمت بسببه او الحلم اتحقق بسببه، ليه لحد دلوقتي ما لبس من عندك؟ ما عملش دعايه للبراند بتاعك؟ هو الحقيقه لبس ما لبسش من عندي صح، بس نحن عملنا بيرفيوم نزل الاسواق قبل سنه ونص، وفعلا بعتنا جفت للفنان تامر حسني، ومن كتر ما هو متواضع وسبورت طبعا للبيك فان تبعونه، يعني لانه احنا علاقتنا بتامر حسني مو علاقه فنانين او مثلا علاقه فانز بفنان، لا هو بيعتبرنا انه احنا اخوانه واصحابه اولاده، يعني بيكون مستمع جيد على فكره، كثير مو شوي. هو رحب فيها، قبل الجيفت، وكان اول واحد بيدعمني، لانه اساسا اجت تسميه البيرفيوم من اول فيلم للفنان تامر حسني اللي هو حاله حب عام 2004. فنحن اصدرنا اول بيرفيوم بالشركه اسمه لوف ستوري، كان مستوحى يعني من شخصيه الفنان تامر حسني بفيلم حاله حب، لكن الاواعي صدقا يعني لا لسه. ان شاء الله، اي هوب سو، بتمنى يا رب انه يكون يشوف او يسمعني تامر حسني، احكي له بحبك كثير، شكرا كثير لإلك لانك كثير وقفت جنبي، مشيت معي مشوار كثير طويل عمره 18 سنه، وضل حلم واحد ما تحقق انه يلبس من عندي تامر حسني.